الغربية وبالتحديد قرية الهياتم. مدخل قرية الهياتم الذي شهد منذ قليل حادث انقلاب سيارة نقل زي ما احنا شايفين قدام مننا دلوقتي. معانا الحاج كرم هيحكي لنا تفاصيل الواقع بالظبط. في ثلاث مصابين من بينهم عريس كان بيعزم على فرحه. ايه اللي حصل يا عم كرم؟ اللي حصل احنا كنا قاعدين كده تحت البيت عندنا، ده بيت تحت البيت. كان جيت السياره اللي هي بنقل ديت جايه من المحله متجهه لطنطا، ففوجئ بالمطب ما عليهوش اي اشارات، كان المطب وكان هيخبط عربيه ميكروباص فداها وقال جاي داخل في الشاب اللي هو العريس اللي هو اسمه ابراهيم اللي هو بيعزم لفرحه، خبط عربيه ملاكي وطبعا خبط كمان دول الشباب. لا حول ولا قوة الا بالله. هنا جنبنا هنا في قاعة أفراح جنبنا ماشي، وجه دخل في البيت عندنا ماشي، خبط في المحل اللي هو خبط سيارة وجه خبط هنا في المحل اللي هو بتاع بابا فيها هنا، فتح محل هنا سوبر ماركت ماشي، خبط فيه وكان قاعد على البواب على الدكة اللي خدها طبعا في سكته ده، ونزل بقى البتاع ديت بالثلاجة. هو كان جاي مسرع يعني أو كان جاي معنى كده إن هو جاي أكتر من 100 سرعة أكتر من عدي ال 100 ماشي، وجه خبط في البتاع هنا في الورشه هنا في الدكان، وخد الدكه طبعا بالثلاجه بالحاجات اللي هي طبعا قدام المحل. المسافه دي كلها؟ المسافه دي كلها جاي على المطب هناك اكثر من 100 متر بسرعته، ولا داس فرمله ولا اي حاجه ماشي، قام جاي زي ما انت شايف قام جاي نازل على تحت. بعدين ايه اللي حصل يا ماشي؟ اللي حصل بعد كده احنا جبنا طبعا طلعنا الجماعه اللي هم في العربيه اللي هم السواق واللي جنبه اللي هو مندوب. كان في اتنين في قلب العربيه اللي هي السواق والمندوب اللي جنبه. السواق طلع متعور من رجله، وعلى ما راحوا المستشفى جالنا خبر من هناك ان اللي جنب السواق اللي هو المندوب توفى. ماشي والله معلومه عارف. اكيده ولا لسه؟ هو في ناس جت من عنده دلوقتي قال لك اكيد مات. لا حول ولا قوة الا بالله. انا وصلنا لا حول ولا قوة الا بالله. ودلوقتي ابراهيم اللي هو العريس اللي هو مربوط به ركب مسامير وسرح فيه. العريس بقى اللي يعني ايه اللي حصل فيه؟ العريس كان واقف طبعا معانا هنا، مفيش يا دوبك مشى من قدامنا كده وعزم الناس حبايبه بتاعه ومعدي اليمه الثانيه عشان يعزم حبايبه اللي هم شغالين في الورش اليمه الثانيه والجماعه حبايبه اللي هنا. هو من اهل القريه هنا؟ من اهل القريه اسمه ابراهيم الناوي ماشي، وراجل معروف وراجل كل الناس بتحبه ماشي، شاب محترم وفرح يوم السبت يوم 29 وجاي بيعزم حبايبه. يا دوبك مشى من جنبنا مفيش ثواني، يا دوبك المسافه دي في ال 100 متر اللي هو مشاها على رجله دول مفيش ثواني. فقام جاي العربيه لما خد المطب طبعا قام جاي داخل خده في سكته وخد اثنين شباب، وقام جاي داخل على واخد الورشه من الدكان بقاله ماشي، وقام جاي داخل نازل على تحت زي ما انت شايف اتقلب تحت. طلعنا بقى الناس اللي فين اللي هم الاثنين اللي هو السواق واللي جنبه ماشي، طلعناهم ماشي وراحوا على المستشفى، خدهم الاسعاف وخد الحاله اللي هو ابراهيم برضه خدوا على المستشفى ماشي، وهم خدوهم على المستشفى العام بتاع المحل. السواق ما طلع كان فايق قدرت تتكلموا معاه؟ السواق لما طلع ماشي الناس كلها كانت طبعا عن اللي حصل، الناس كانت قال لهم يا جدعان انا ما معيش فرمله ومبلغ الشركه بقى 10 ايام. الناس بقى هاجت عليه، طب انت مبلغ الشركه انت ما بتطلع ليه طالما العربيه ما فيهاش فرمله؟ طالما اللي انت فاهمه الكلام اللي انت فاهمه ده كله. والحمد لله حشناهم وركبناهم الاسعاف ماشي، وراحوا على المستشفى العام في المحل.